احنا على وشك تصويت او تقرير مجلس الوزراء على قانون الاستثمار الجديد بعد 10 ايام 15 يوم اعتقد. نعتقد ان هذا القانون سيكون في خدمة الاستثمار والمستثمرين، سيفتح آفاق ويحمي كل المستثمرين. أنا أعرف، كنت في قطاع السكن ومن بعد قطاع السكن قطاع التجاري، فيه تذمر تاع بعض الأشقاء من بعض المعاملات. المعاملات هذه ننسوها خلاص. الجزائر الجديدة اللي نتكلم عليها جزائر العرق، جزائر الشفافية، جزائر تاع الناس اللي مالهم حلال.